يسعد صباحكم، معكم عفراء من عفورة بلوج. طيب اليوم راح اتكلم للناس اللي تحب انه تفتح مشروع والبادجت حقتها، يعني اوريدي البادجت حقتها محدودة، ما عايزة تغامر مثلا في حاجة او في مشروع، او يعني مشروع جد لطيف 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 لأبعد الحدود. وانا بصراحة من الشخصيات اللي بحب بشتغل الشغلات الصغيرة صغيرة، تمام؟ الحاجة دي الحس اللي انا عرضتها عليكم في الوقت الحالي هي عبارة عن التوزيعات اللي كان عملتها في ولادتي، تمام؟ ولادتي بقصي، حبيت حاجة بتكون بسيطة في نفس الوقت تعبر عني، في نفس الوقت تعبر عن الثيم اللي أنا عملته. والحاجة غير كده، أنا بالنسبة لي بيهمني إنها تكون بصراحة مميزة، يونيك، مش أي حد مثلا يروح يوزعها أو حد يعملها، يعني إنه الناس تفتح العلبة كده أو واو إيش الحاجات الحلوة دي. أوكي طيب راح أحكي لكم إيش أنا سويت من البداية. طبعا أول شيء كان طلبت العبوات الصغيرة اللطيفة اللي انتوا اصلا ما بتوقع انه حتلاقوها في السوق موجودة، وشايفين الحجم، يعني في اي شنطة صغيرة تك تنحط العلبة دي. والاحلى من كده الاول شيء انه زجاج قزاز العلبة، تمام؟ طبعا انا هذه طلبتها من علي اكسبرس بحدود اتوقع، الا اشوف لكم الاسعار في الموقع واكتب لكم اياها في الفيديو تحت، تمام؟ فانا كان التوزيعات حقت تقريبا حوالي 70 توزيع او 70 او 60 حبه كان عملت، تمام؟ المهم يعني حتى حقت العطر على فكره قطاره بتقطر عطر، تمام؟ يعني او ماي جاد او ماي جاد، يعني من كميه الكيات اللي فيها اي كان بليف ات. والعطر انت ممكن تروح لاي محلات حقت عطور، زهور الريف تعتبر ممكن اسعارها شويه اغلى، ممكن المحلات العطور اللي موجوده مثلا في المعقليه اللي بتشتري العلبه الكبيره بسعر مره رخيص ولا شيء، وفي نفس الوقت انت تقدر تختاري روائح مره جميله. فالمهم هذه القطاره اللي تنحط في اي مكان، في الجيب، ممكن تنحط في الجيب ولا بتبين. هذه كانت من الاشياء اللي موجوده في التوزيعات، هذه اول حاجه. طيب ثاني حاجه كان عملت اللي هو عملت صابون يستخدم للبشرة، هاند ميد لو سمحتوا. كان طلبت في موقع كان عنده أشياء جدا جميلة، اللي هو صابون خام والروائح ألوان، لو عايزين كل الحاجات موجودة في الموقع. راح أحط لكم الموقع في تحت في الديسكريبشن، أوكي؟ فهذه الصابونة الأولى اللي كان عملتها اللي هي صابونة الشوفان. صابونة الشوفان أحلى ما في الحكاية، القوالب أصلاً اللي أنا عملت فيها الصابون طلبتها من علي إكسبرس، راح أحط لكم ممكن اللينك حقها تحت. طلبتها من علي إكسبرس، يعني أقدر أسوي 9 صابونة في نفس الوقت، وحسيت إنه بصراحة حجمها جداً لطيف، مش الحجم الكبير ولا الصغير، تمام؟ الصابونة الأولى اللي عملتها عبارة عن صابونة الشوفان، اللي هو ذوبت الصابون في حمام مائي، وبعد ما ذوبته في حمام مائي حطيت فوقه ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون، وحطيت كمان تقريبا 5 إلى 6 من قطرة اللي هو عرق السوس، يفتح يبيض يجمل يحلي. وفتحت قبل ما أصب بالصابون، كنت حاطة حبات حقت شوفان كبيرة، يعني كده لما تسوي البشرة تسوي فيها تقشير بسيط على البشرة. فهذه الصابونة الأولى اللي هي صابونة الشوفان. طبعا أنا أوريدي عملت كذا نوع صابونة، وفي كل توزيعة حاطة صابونة واحدة، حاطة قطرة عطر واحدة، وحاطة ميدالية واحدة. فالصابون الأول صابون الشوفان. طيب هذا جدا مشروع، يعني بصراحة مشروع ممكن أنتوا لحاله، ممكن يجي شخص لحاله يطلب منكم انه تسوي له بالصابونة الشوفان، صابونة الشوفان على تحطوها جوا العلبة، تحطوا مثلا اسم البيبي، اسم المولود زي كده، وتنباع بسعر مرة خرافي. يعني في محلات في حسابات بتبيع لكم الصابونة لحالها بحدود 10 ريال او حاجة زي كده. في النهاية السعر الاجمالي للصابون اللي انا عملته ما كلفني التكلفة دي كلها، تمام؟ هذا الصابون الاول اللي عملته. الصابون الثاني شايفين صابونة الشاي الخضراء، صابونة الشاي الأخضر، دورت الصابون حطيت فيها بعد ما ذا حطيت فيها ملعقة ماتشا باودر، وحطيت فيها حبيبات حقت شاي أخضر، بس بصراحة شكلها الحبيبات
تمنيت انه طحنت الشاي الاخضر، لانه نوعيه الشاي الاخضر اللي حطته الطبيعي اللي هو مجرد انه يجي مويه تصير ورقه كبيره مخيفه. فتمنيت انه بس طحنت الشاي الاخضر عشان ما يعطي الاحساس العدم الراحه في الصابونه، وحطيت معاها اللي هو قطره زيت الشاي. قطره زيت الشاي، القطره هذه خرافيه جدا للبشره، للحبوب، انه بتخفف الحبوب، بتسوي اللي هو تطهير للبشره. فهذه الصوابين الاثنين اللي عملتهم، الاثنين بيصلحوا انه تستخدميهم لبشرتك للوجه. تمام، في اثنين تانيين عملتهم بصراحه بس خلصوا، اللي هي صابونه الكركم، ذوبته وحطيت كركم ونفس الشيء، وحطيت كان قصيت شويه من الليفه حقت البشره على اساس انه برضو نسوي فيها سكرابينج للوجه وللجسم. والبشره والصابونه الرابعه اللي عملتها اللي هو صابونه بزيت جونسون. الزيت جونسون موجود برضو بالموقع، ممكن الواحد يطلبه، وهي بس ريحتها ما فيها حاجه، مش للبشره، مش للوجه، للجسم، بتعطي ريحه صابون جونسون للجسم. تمام، هذه الاربع صوابين حطيتها، طبعا وزعتها في كل وزعتها في يعني صناديق مختلفه، مش كلهم في نفس الصندوق. اوكي، طيب عندنا ايش الحاجه الثالثه اللي حطيتها في الصندوق؟ عباره عن الميداليات، المكرميات الجميله دي. طيب، من المشاريع الجميلة جدا كمان انه انتوا تطلبوا المكرميات دي. شوفوا، عندكم وقت ممكن تصنعوها، اوكي؟ ما كان عندي وقت انه اصنعها، فطلبتها بسعر جدا رخيص. يعني انت مثلا المكرمية دحين هذه الوحدة، لو حابة مثلا تشتريها من اي محلات يبيع الميداليات حقت المكرميات، اقل سعر حتلاقيها ب5 ريال. هذا اقل سعر ممكن تلاقيها ب5 ريال. تمام، انا ايش سويت؟ دورت الحبيب حقي علي اكسبرس، لقيت في يعني اكونت في علي اكسبرس بيبيعها بالالوان، في الرمادي يجيبها ملونه، يعني في لون البيج المكرميات والثلاثه والعنابي والماسترد والرمادي. تمام، بيبيع ال100 حبه، 100 حبه من هذه مع التوصيل كلفتني 150 ريال، يعني اوموست وقعت لي الوحده بريال ونص، يعني ولا شيء، يعني فعليا عبارة عن مشروع جاهز للي حابب انه يسوي توزيعات بكل سهولة، بكل سهولة. طيب، اعطيكم الديتيلز كمان بتفاصيل اخرى. الورق اللي غلفت، او طبعا الصابون غلفته بسلفان، بعد ما غلفته بسلفان حبيت انه يكون شكل يونيك. في الورقة اللي برا هذه طلبتها من شي ان، بتجي كروت كده قصقصتها على اساس انه تعطيني الشكل دي، والاستيكرات اهم شيء، هاند ويد لاف، هاند ميد ويد لاف، اوكي، عشان كده نعطيها احساس انه جد معموله بحب جدا جدا جدا. ممكن بدل الستيكر حق مثلا هاند ميد ويد لاف ممكن يكون اسم البيبي والحاجات دي. اوكي، الصندوق هنا يجيكم، كان اشتريته كمان بسعر مره رخيص. اوريدي انا الثيم حق الغرفه حقت الولاده حقتي كانت الستايل البوهيمي، درجات البيجي، درجات الاخضر، بحب ادخل الاخضر والبيجي دائما مع بعض. بصراحه سبحان الله عيالي ما بيحبوا ينتظروا، فبيجوا شويه قبل وقتهم، فما بيكون امداني الوقت عملت الاستيكرات حقت النيم والحاجات دي، يعني اخليها لاخر لحظه للاسف. فالمهم الاستيكر دي ما عملت استيكر بالاسم، لا، كان عملت اللي هو الاستيكرات دي، طلبتها من شي ان، تيجي شفافة بشكل حاجة أخضر، حاجة زرع، حاجة تجلب السعادة كده. بس وحطيتها، كانت أشكالها مختلفة، يعني تيجي كده شكل. فعندكم كده اللي هو البوكس، بوزعه على الضيوف، طبعا لما يتفتح ينفتح بالشكل هذا كده، بكون شايفين حاطة فيه المكرمية، أوكي، وحاطة فيه الصابونة، وكمان حاطة فيها البرفيوم. اوكي، وبكده نكون يعني اعطيتكم مشروع لطيف ظريف جدا للي حابب انه يفتح بزنس، والاشياء ما بتكلف بشكل مره كبير، والمواقع والروابط حقت الحاجات راح احط لكم اياها في الديسكريبشن تحت عشان تقدروا توصلوا لها تشوفوها تطلبوها تعملوا الميزانيه عشانها وزي كده. وبس كده اكون خلصت، اشوفكم على خير حبايب قلبي، لا تحرموني من اللايك والسبسكرايب والاشياء الجميله. مع السلامه، باي باي.